في ناس كتير كانت بتحمل الجهاز الفني وحضرتك موجود وكابتن طارق وكابتن حسام البدري ان سبب وجودنا في التصنيف الثاني هو عدم لعب منتخبنا الوطني لماتشات وديه، عشان كده بقينا في التصنيف الثاني وعشان كده وقعنا قدام السنغال. لا الكلام ده مش حقيقي وتصدر بشكل غلط. هو معسكر واحد اللي كان ممكن يتعمل فيه مباراة ودية اللي هو كان فيه تكملة الدوري وبعد كده الدوري توقف، هو ده كان هيتعمل فيه ماتش واحد، وحتى الفرق اللي كنت هتلعبها ما كانتش هتعليك في التصنيف، ما كانتش هتديك نقط كتيرة جدا، وان انت كنت بعيد. يعني انت التصنيف اصلا مهيب، خلي بالك قبل بطولة افريقيا، لا انت كنت بعيد، كنت محتاج ماتشات كتيرة جدا. وبرضه في نفس الوقت مهيب التوقفات كلها اللي فاتت كان صعب يبقى فيها ماتشات وديه في ظل ان انت تلعب ماتشين في 5 ايام، انت اصلا ما عندكش الوقت، الاجنده الدوليه بتبدا هنقول مثلا يوم واحد وبتخلص يوم 10. كان في وقت في اسبوع لا العالم لا. كله كان بيلعب شهر 6 هو وقت العالم واحد العالم كله كان بيلعب الا احنا هو وقت مهم. واحد مهم. معلش يا سيد في النقطه واحد. دي بس النقطه دي بس احنا العالم كله بيلعب بس في انتظام في الدوري، احنا الدوري بتاعنا كنت بتلعب كل 3 ايام. يعني احنا الحاجه الوحيده مهم هي التوقف بتاع شهر 6 الاجنده بتاع الدوري هي اللي كان ممكن يتعمل فيها ماتش، وده ما تلعبش عشان الدوري كان شغال بالظبط هي ديت. انما خلي بالك يا مهيب انت جيت فتره من فترات ده معسكر شهر 6 اللي قبليها بقى لو شيكابالا مرشح ان هو يخش لا ايه ده كان شيكابالا مرشح يخش المنتخب في شيكابالا ولا شيكابالا بس انا مش عايز اقول لك مش عايز اقول اسماء بس انا اللي عايز اقوله لك ان في توقف حصل يا سيد. النادي الاهلي ونادي الزمالك كانوا بيلعبوا نهائي افريقيا كل العالم كان بيلعب الا احنا لان احنا الفرقتين بتوعنا او القوام الاساسي مع بيراميدز بيلعب كونفدراليه نهائي في المغرب لو تفتكر، فالثلاثه القوام المنتخبه سيد اللي موجوده مهيب كان للمنتخب كانوا بيلعبوا نهائي يعني كانوا واللعيبه المحترفين كانوا واخدين اجازه احنا استفدنا من المعسكر ده بدليل ان احنا لو رحنا كسبنا توجو في توجو هناك ثلاثه وكسبنا هنا وكانت المباراتين عاملينهم بشكل كويس لان اللعيبه وصلت للفورمه اللي احنا كنا محتاجينها وعايزينها بصرف النظر عن المباراه الوديه، احنا اكننا لعبنا مباراتين ودي ان اللعيبه توصل للنهائي. طيب كيروش ما احرش يعني ما عملش حراك وما احركش الجهاز الفني بكاد الكابتن حسام ووجودك كابتن سيد ليه؟ هقول لك ليه؟ خلي بالك بس في نقطه بس لازم طب اكمل السؤال لا اكمل لك انا حاجه بس بسيطه انا ما كملش انت هتعمل السؤال خلاص باين لازم لا 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 نقارن انا اقارن نفسي بمهيب لازم احطني في نفس الوقت يعني لاعبني نفس البطوله يعني مثلا انت تيجي مدرب في النادي الاهلي يلعب بطوله دوري يلعب بطوله افريقيا فانت خسر الدوري وكسب افريقيا يجي مدرب تاني كسب الاثنين فانت هتقول مين الافضل؟ لا انا ما قلتش كده يعني هي النقطه مش ده سؤال هي المقارنه ما تنفعش.